مباركة مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين. المسيح قام من بين الأموات وواطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في بسلام إلى الرب نطلب كيرية إليسون من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل سلام كل العالم وحسن ثباتك نفس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب كيرية إليسون من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب كيرية بطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا بنيديكتوس لسنين عديدة سيد جميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب كيرية إليسون من أجل هذه الكنيسة المقدسة وجميع الكنائس والأديرة وهذه المدينة وسائر المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب
خصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب كيرية الأيسان من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنين والأسرى والمهجرين والمشردين والمغتربين وخلاصهم إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب كيرية وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين. هللوا لله يا جميع الأرض بشفاعة واردة الإله يا مخلص خلصنا رتلوا لاسمي أعطوا مجدا لتسبيحته بشفاعة واردة الإله يا مخلص خلصنا قولوا لله ما أرهب بشفاعة والدة الإله يا مخلص كل الأرض يسجدون لك ويرتلون لك ويترنمون لإسمك أيها العلي بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بشفاعة والدة وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلة القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد
أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. آمين. ليترأف الله علينا وليباركنا. خلصنا يا ابن الله يا من طمع من بين الأموات لنرات الله. هللويا. وليضيء بوجهه علينا ويرحمنا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات الله. هللويا. لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات الله. هللويا. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات لك. هللويا. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل قد قابلت أن تتجسد لأجلي خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلهنا، وبموتك وطئت الموت، وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس مبشر مع النور والروح القدس. خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى رب نطلب. أعوذ وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكد القداسة الطيرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لندع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب، لأنك الإله الصالح والمحب البشر، ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. آمين. ليقم الله ويتمدد جميع أعدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كما يباد الدخان بدون وكما يدوب الشمع من أمام وجه النار
المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كذلك تهلك الخطأ من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بسرور. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. الحكمة فلنستقيم أن كريسيس ابلوجيتم تون ثيون كيريون اكبيغون إسرائيل خالصنا يا من الله يا من كان يبادل فقال لنرى لا قادم جميع القوات السماوية
فالمتقي أحضر جسدك الطاهر من العود ولفه بالسبان النقية وحنطه بالطيوب وأضجعه في قبر جديد ووضعه فيه لكنك قمت لثلاثة أيام يا رب مانحا العالم عظيم الرحمة إن الملك قد حضر عند القبر قائلا للنسوة حاملات الطيب أما الطيب فهو لائق بالأموات وأما المسيح فقد ظهر غريبا من الفساد لكن صرخنا قائلات قد قام الرب مانحا العالم عظيم الرحمة شفعا الأردن من فيه يريد حماة الأولى عاشوا حياة النسك الشريف لنمدحهم كمجاهدين ببها ماتوا مستشهدين ومجدوا الأرض في الأردن وهم أحباء الله في فيلادلفيا بهم تهزوا والأرثوذكسيون يفخرون بما أنك للمسورين محرر ومعتق وللفقراء والمساكين عضيد وناصر وللمرضى طبيب وشاف وعن الملوك مكافح ومحارب أيها العظيم في الشهداء جيورجيوس اللابس الظفر تشفع إلى المسيح الليلة في خلاص نفوسنا إيكين تفك تلث سفنة الله توض كثير تين دينام كي أنستيس وزنكيتيس خريستي ο Θεός γυναίξη μυροφόρης φεξαμένος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος. يا مانح الواقعين القيام قدوس نادي يا إلهنا ولك نرسل والماس أيك الأب والابن روح القدوس الآن كل وان وإلى دار الدائرين قدوس قدوسان القوي قدوسان الذي لا يموت رحمنا Oh, Allah,
وصاني القاوي قدوساني الذي لا يموت رحمنا وتأخذ كرمتي وسلاحا ألات يمينك غرساتها Yeah.
إتل من سمان وانظر وطاخ أذكارمتي وسليخا أراتي يمينك غرساتها Πατριάρχου της Αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, πολλά τα έτη. Θεοφίλος, Λάβου, Λαχτάς, Τουμπάουι, Βαλζαζίλ, Αλιεχτήραμ, بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقناة الجليل وصهيون المقدسة أبانا وبطريركنا لتكن سنوه عديدا بنديكتوس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله متروبوليتا على مطرانيات فيلادلفيا المقدسة وتوابع المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراهنا لتكن سنوه عديدة آه.
وتسبيحة الرام أدبا أدبا الرام فصل من أعمالي الرسل القديسين الأطهار في تلك الأيام لما تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كنا يهملنا في الخدمة اليومية فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يحسن أن نترك نحن كلمة الله ونخدم الموائن فانتخبوا أيها الإخوة منكم سبعة رجال مشهود لهم بالفضل ممتلئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة ونواظب نحن على الصلاة وخدمة الكلمة فحسن الكلام لدى جميع الجمهور فاختاروا استيفانوس رجلا ممتليا من الإيمان والروح القدس وفيليبوس وبروخوروس ونيكانورا وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا وقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر في أورشليم جدا وكان جمع كثير من الكهنة يطيعون الإيمان نسيتو أنغنون دي كيبان دي تولاهو فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر المجد لك يا رب المجد لك فلنصغيم في ذلك الزمان جاء يوسف الذي من الرامة مشير تقي وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله فاشترى ودخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع فاستغرب بيلاطس أنه قد مات هكذا سريعا واستدعى قائد المئة وسألهم هل له زمان قد مات ولما عرف من القائد وهب الجسد ليوسف فاشترى كتانا وأنزله ولفه في الكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة
ودحرج حجرا على باب القبر، وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسف تنظران أين وضع. ولما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلوما حنوطا لياتينا ويدهنهم، وبكرنا جدا في أول الأسبوع واتينا القبر وقد طلعت الشمس، وكنا يقنا فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر، فتطلعنا فرأينا الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. فلما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء، فاندهنا فقال لهن لا تندهن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام ليس هو هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. فاذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وفررنا من القبر، وقد أخذتهن الرعدة والدهش، ولم يقن لأحد شيئا. لأنهن كن خائفاً. مفقودين من بزيزاتك كل حين نرسل لك المجد أيها الأب والابن روح القدس الآن كل وان وإلى داخل داخلين. آمين. أيها Και να
جميعكم البركة ملوك وجميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسي زوار القبر المقدس القابل الحياة مع جميع الذين قدموا هذه القرابين المقدسة ليذكر ربنا والذين قدمت عنهم من الراقدين ليذكر الرب لنا بملك السماء بكل حين الآن وكل وان يذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, των αδελφών ημών αρχιεραίων, ιεραίων, ιερομονάχων, ιεροδιακών εν μοναχών και μοναζουσών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Αθανασίου, ιερομονάχου, καθηγουμένου, μετά τη συνοδείας αυτού, φάρα, Παύλου και Φάραχτων ιεραίων, μετά των πρεσβυτέρων, τέκνων και οικείων αυτών, πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των κοπιών, των ψαλώντων και εργαζομένων εν αυτό, της Επιτροπής της Χαμηλά Τιτύπ, διούτην εορτήν και πανήγυριν ταύτην εορτάζομεν. Αμπάνα ο Πατριάρχην Θεόφιλος, ο Ατζαμιέλ Χωάτιν Αμπιλμασίχ, Τζαμία Κουμαν Τζαμία Αλμασιχίν Αλχασενιά Αλμπάντου Ορθοδοξίν, Αλμαουτζουτίν Αφιλκάδιχη Αλκανίς Αλμουκάντασα, Μάνι Σάιχη, Ουλάντιχ Βουκαλά Ομουρατελίνα, Ιάθκουρου Ράμπου Λιλά, Φιμαλακούτι Χίκουλα Χίνιν, Αλάνα Κουλαβάνιν, Ουιλαντά Χρήντα Χιρίν. Ιεροσύνης και Ιεροσύνης, Ιεροσύνης Πιάσατε κανούτικα ليذكر الرب الإله في ملكوت كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως των αηδήμων Πατριαρχών Ιεροσολύμων, Ανθήμου Πολυκάρπου, Αθανασίου Κυρίλου Προκοπίου, Ιεροθέου Νικοδήμου Γερασίμου Δαμιανού, Τιμοθέου Βενεδίκτου και Διοδόρου των αηδήμων Πατριαρχών, των αηδήμων Αρχιερέων, Αριστοβούλου, Κωνσταντίνου και Σιλβέστρου, των αηδήμων Προκατόχων ημών, Αρχιεπισκόπων Γάζης και Μητροπολιτών Φιλαδελφίας, πάντων των ιερέων, των ιερατευσάντων εν τη Εκκλησία εν ορία και πόλη ταύτη και των δούλων του Θεού Ιακώβου, Σαλίμπα, Τζόρτζ και Βίκτορος των αηδήμων ιερέων, πάντων των υπερ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των Συρία, Παλαιστίνη, Ιράκ και Αλαχού της γης τεθνεώ των αδελφών και πατέρων ημών και όνε μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση τεθνεώ των αδελφών ημών, Ιάθκουρου Ράμπου Λιλά, Θημαλακού Τυχή Κουλαχίνιν, Αλάνα Κουλαβάνιν, Ουίλαντα Χρήντα Χιρίν. Ιεροσύνης, μυστική
مراتب الملائكة بحال غير Κύριε ελέησον καραβήν μου καραμελ μαουδουά ηλα ραμπήν ατλός Ια ραμπού ραχά Αιζλι αδελ βέτελ μοκαντάς Βαλαδίνα ιατχολούνα ηλαί βιμάνιν وورع وخوف الله إلى الرب نطلب كيريا إليسا من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب رحم وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك كيريا ليسون أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات من الرب نسأل استجب يا رب ملاك سلاما مرشدا أمينا حافظ نفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل استجب يا رب غفران خطايانا والصفع عن ذنوبنا من الرب نسأل استجب يا رب الصالحات الموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل استجب يا رب أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل استجب يا آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرغوب نسأل استجب يا بعد ذكرنا القط القداس الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب برفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومروحك الكل كتشك والصالح والمخيم الآن كل وعين وإلى داخل الداخلين آمين السلام لجميعكم ولروحك أيضا حتى نعترف باتفاق مقر يا ابن وابن وروح قدس ثالوث متساو في الجوهر
المبلغين. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق موجود غير مخلوق مساوى للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مسجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف عزنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومخابة الله يلاك وسركة روح القدس لتكون مع جميع إياكم ومع روحك أيضا نشكر من تذكرتي مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوسان 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 رب الصباوت ملانات السماء والأرض من مجدك هوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الذي يكسر من أجلكم
مغفرة الخطايا. آمين. اسلبوا من هذا كلكم أذخوا آدم الذي للأخذ جديد الذي يخرق عن كثيرين لمغفرة الخطايا. Σωτηρίου τάφου της εντολής και πάντων των περιγμένων του σταυρού του άφου της τριμμένου Αναστάσεως, της ουρανού αναβάσεως δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας, ο Θεός ηλάστη τη μητώ αμαρτωλό και αλεησόν με. Αλλά τι λάκα μην μάλακα, νουκαντή μου χαλάκα, αλλά κουλισάιε, βαλ μην ζήχατη, Έτσι προσφέρουμε εσύ το κοιτάφτη και με την πατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και ηκετεύομαι θάψου το πλήμα του Άγιου Νεφημάς και έπειτα προκείμενα δώρα ταύτα και πίσω των μενάρτων που το τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν των εποτήριων τούτων και με ρέμα του Χριστού σου αμήν τα παρόν Το χέρι διαγγέλουν δεξαμένοι παρθένε, σώζε του σε μεγαλύνοντα. Βαχάσαταν, μην άτσια τα χειρά κουλία τη αρκατάσα. Αλφαϊκά την παρακά την ματζίτα. Σαϊτάτε να βάλετε την ηλά. Ανταήμα την αλμπατουλία τη Μαρία. Thank you.
اضطرابي بقيامتي يا رب ابانا وبطريركنا ثيوفيلوس وخبخ لكنائسك المقادسه بسلام سخيخا موافا مكارما مدينة الايام مفاصلا كريمة خاكك باستقامتي. اذكر يا رب اولا ابانا ورئيس كانتنا من الكوس وابو لكنائسك المقادسه بسلام صحيحا موافا مكرما مدينة الايام مفصلا كلمة حقك باستقامتي. وهل جميعنا كافة وخاطرين على كل فكر واحد منكم جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن واطنا أن نمجد من واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكل الكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان ولدار الداهرين آمين. ولتكن مراكم لك الذي مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك أيضا. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام للرب نطلب كيري إليسون من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل الآن المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماء والعقد المقدس لرائحة طيبا روحانيا زكيا يرسل لنا وضعها النعمة الإلهية وموهبة روح القدس نطلب كيريا إليسون من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة للرب نطلب يا رب ارحم وخلص ارحم وحفظنا يا الله بنعمتك كيريا إليسون أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من ربي نسأل استجب يا رب ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل استجب يا رب غفران خطايانا وصف عن ذنوبنا من الرب نسأل استجب يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل استجب يا رب أن نقضي غابر زمن حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل استجب يا رب أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل استجب يا رب بعد سؤال الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لندع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب وهن أيها السيد أن نشتر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه
ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن روح القدوس الآن كل آن وإلى داخل داخلين. آمين. إرني قاسي ولروحك أيضا لنحن روسنا للرب لك يا رب. نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار، يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل برايا بكثرة رحمتي أبرز كل أشياء من العدم إلى الوجود. أنت ستطلع من السماء وانظر الذين نحن لك رؤوسهم، فأنهم لم يحنوها للحم ودم بلك أيها الله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعاً من الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا. سر مع السير في البحر، رافق المسافرين في البر والجو، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدسه الصالح والصانع الحياة الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقدسنا أيها الجالس معنا في العلا والحاضر معنا هاهنا غير منظور، وأهن لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. فلنصغي القدس للكدس قدوسا أعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، وهذا هو دمك الكريم بعينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. هنذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكني كاللص أعترف لك هاتفا. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤلى، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك لكي وأنا متهلل أعظم حضريك أيها الصالح. في باهي قديسيك كيف أدخل وأنا غير المستحق، فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي،
لا تكن لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد وتقديسهما، ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله، وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكني كاللصي أعترف لك هاتفا. أذكرني يا رب، أذكرني يا سيد، أذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. اليوم يوم القيامة، فلا تالى لا أيها الشعوب، لأن الفصح هو فصح الرب، وذلك لأن المسيح إلهنا قد أجزنا من الموت إلى الحياة، ومن الأرض إلى السماء. نحن المنشدين ناشد النصر والظفر. هلموا بنا نشرب مشروبا جديدا، ليس مستخرجا بآية باهرة من صخرة صماء، لكنه ينبوع دم الفساد بفيضان المسيح من القبر الذي به نتشدد. ليقف معنا على المحرس الإلهي حباقوق المتفوه بالإلهيات، ويرينا الملاك المتشح الضياء قائلا جهارا: اليوم خلاص للعالم، لأن المسيح قد قام، بما أنه على كل شيء قادر. لنبتكر أن مد لجينا دلجة عميقة، ولنقربن للسيد التسبيح الناقي عوض الطيب الذكي، ولنعين المسيح الذي هو شمس العدل مطلعا الحياة للكل. بنديكتوس في أحد حاملات الطيب في كنيسة قديس جيورجيوس الزرقاء 2018. قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء، قدس الأب فرح حداد رعية القديس جيورجيوس اللابس الظفر في الزرقاء. المسيح قام، المسيح قام. حاملات الطيب جئنا القبر سحرا جدا، ساعين إلى معلمهم وسيدهم، حاملين معهن الطيوب والحنوط إكراماً لجسد المخلص. فكرهن في الماديات والأرضيات ما زال حاضراً، ولم يفهمنا ولم يتذكرنا حتى كلام السيد لهن وللتلاميذ كيف أنه ينبغي لابن الإنسان أن يصلب ويدفن، ولكنه يقوم في اليوم الثالث. وهناك كانت دهشتهن عندما رأينا الحجر مدحرجاً عن باب القبر، ولم يجدن الجسد هناك، وسمعنا الملاك يبشرهن بقيامة المسيح. حينها فقد تذكرنا ما قاله المعلم وفرحنا. ونحن اليوم أحبتي وبعد أكثر من 2000 عام ما زلنا نشهد لتلك الحقيقة، لتلك القيامة، لتلك الحادثة الأهم في حياة الإنسان المسيحي، حيث لولا أن المسيح لم يقم لكانت الكرازة كلها باطلة. وهذا يمنحنا مدلولا مهما حول حياتنا وعن كيفية عيشها بالقيامة. فنحن ناس قياميون، واجب علينا في هذا اليوم أن نتخذ رتبة حاملات الطيب لنكون شهودا لقيامة المسيح، لنذيع الخبر السار. نعم، تقولون للقيامة قد ذيعت والكل يعلمها، وأقول لكم أين هن من حياتنا، من جهاداتنا، من أخلاقنا؟ أين هي من عملنا ودراستنا وسلوكنا؟ وأين هي في كل ما يدور حولنا؟ فإن عشنا فللمسيح نعيش، وإن متنا فللمسيح أيضا نموت، فالحياة نحن وللمسيح.
هكذا تعاش القيامة أحبتي، هكذا في الحقيقة تفهم القيامة من فرح حاملات الطيب من سعيهن للسيد سحرا جدا. فهل نحن نسعى مبكرين نحو السيد له المجد في هذا اليوم القيام، ونحن ما زلنا نرتل القيامة ونهتف نحو المنعم عليها كما هتف الملاك علينا أن نصافح يا إخوة عن كل شيء في القيامة، ونصافح بعضنا بعضا، هكذا تكون القيامة حب وحب فقط، والحب يدفع إلى التضحية المثلى تلك التي كانت على الصليب. يا لروعة المشهد وجماله، ما أجمل أن ننظر السيد معلقا بسبب المحبة، فهل علقنا نحن شهواتنا من أجل المحبة؟ أعايدكم بالقيامة فردا فردا، وأتمنى لكم قيامة مجيدة وفصحا مباركا، وأتمنى لكنيستكم أن تبقى في ازدهار دائم لتحيلكم قديسين مباركين من الله بشفاعة قديسكم وحارسكم القديس جورجيوس اللابس الظفر وصلوات آبائكم ومباركيكم. واسمحوا لي أن أشكركم جميعا على هذه الفرصة التي منحتموني إياها بأن أكون معكم في هذا الأحد المبارك، وكل الشكر والتقدير للأرشمندريت أثناسيوس والأب فرح لتعب المحبة الذي يقدمونه، وللجوقة وللكنيسة ولجنة الكنيسة والفعاليات كافة من شبيبة ومدارس أحد وسيدات وكشافة، ولكل من يعمل ويقدم لهذا المذبح المقدس، متمنيا لكم جميعا أن تحل عليكم بركة القبر المقدس القابل الحياة، ناقلا لكم بركات وأدعيات صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس ثيوفيلوس الثالث من القدس الشريف، الذي يعايدكم بدوره متمنيا لكم أعيادا قيامية مجيدة وفصحا مباركا، وكل عام وأنتم بألف خير. محبتي واحترامي وتقديري وشكري مع الدعاء بالتوفيق والخير والصلاح والنجاح الدائم. المسيح قام، الداعي لكم بالرب يسوع المسيح المتروبوليت بنديكتوس متروبوليت فيلادلفيا وساحل الأردن. آمين. أغابيتي بادر أثناسي. حبيبنا وأبونا الأب أثناسي. Και πάλι θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. وأنا كمان مرة بدي أشكرك. Δια την πρόσκληση της αγάπης σου. لهذه الدعوة المحبة لي. Ότι να έρθω σήμερα. أن آتي في هذا اليوم. Και να λειτουργήσουμε και να κοινωνήσουμε από το αυτό Αγίο Ποτήριο. ونتشارك في الخدمة ونتناول من جسد الرب والدم يسوع المسيح. Που ενώνει τους χριστιανούς με τον Κύριο. الذي يوحد بين المسيحيين والسيد. Με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Με το جسد ودم الرب يسوع المسيح. Σε ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. أشكرك أبونا. Θα ήθελα όμως. وأنا بتمنى. Να σε επενέσω. أني أمدحك. Για το έργο το οποίο επιτελείς. Για هذا العمل. Εσύ και ο συνεφημεριός σου. الذي تقوم به أنت وزميلك الأب فرح. Για το έργο το ενοριακόν, للعمل الرعائي في هذه الرعية, για το έργο της αγάπης, إلى عمل المحبة, για το έργο το λειτουργικόν, إلى الخدمة الإلهية, που αυτά δεικνύουν και επενούν έναν καλόν ιερέα. وهذا بدل على أن الكاهن الخادم المتواضع. Η Εκκλησία όταν λειτουργείται, الكنيسة عندما تخدم καθημερινής βάσεως, كاثي يوم على قاعدة أساسية, ο Χριστός παραμένει μέσα σε αυτή. والمسيح يبقى دائما في هذه الكنيسة. Και επειδή παραμένει ο Χριστός, παραμένει η αγάπη, παραμένει η ευλογία. وبما أن المسيح موجود بيننا, فالمحبة يجب أن تكون بيننا والعمل الجيد بيننا. Προτού έρθεις εσύ εδώ, قبل أن تأتي إلى هنا, ο Θεός μου είχε δώσει την ευλογία από το 2000
وانا من سنه 2000 الله اعطاني البركه والنعمه اني اجي على الزرقاء. كنا نعمل كمي سنه ميكرو لثراكي وانا في الزرقاء نحط حجر صغير في كنيسه القديس جورجيس في الزرقاء. انت جيت كيفالس يا مغالي بيترا، انت حطيت صخره كيديميورجيسس بارا بولا براغمات، وانت عملت اشياء كثيره. ένα από αυτά που δημιούργησες واحد من هذه الأشياء είναι οι κυρίες هؤلاء السيدات حاملات الطيب، και έκανες ένα μεγάλο καλό που δημιούργησες τις χαμηλάτ الطيب، وانت عملت عمل ممتاز بتأسيس حاملات الطيب، διότι όπου υπάρχει γυναίκα وأين دائما توجد المرأة υπάρχει και ευλογία وفي كمان بركة، και αυτό το έχουμε από την Παναγία μας. وهذا من العذراء مريم. Και το δεύτερο είναι ότι ο Χριστός μετά την Ανάσταση παρουσιάστηκε σε γυναίκα. وأن السيد المسيح بعد القيامة ظهر للمرأة. Οπότε η γυναίκα είναι μια μεγάλη ευλογία. مهمة جدا في الكنيسة وفي الأسرة. Γι' αυτό λοιπόν σου εύχομαι σήμερα. وأنا في هذا اليوم أتمنى لكم ο Θεός να σε ευλογεί. الرب να يبارككم. Να σε στερεώνει. يقويكم. Να σε φυλάσει από πολλά και διάφορα πράγματα. من العين الشريرة. Διότι να ξέρεις ότι ο πειρασμός καυτηριάζεται όταν ο κληρικός δουλεύει. لما الشيطان كمان بتعذب لما الكاهن بيشتغل. Όταν ο κληρικός δεν δουλεύει. لما الخوري ما بيشتغل. Ο διάβολος κοιμάται επαναπάβεται. الشيطان بينام وبيكون مريح باله. وبيقولك. بيقول لك. وضرب خاتزر وين في تفاح سيزرا ناسف لا واخا تالا مين تالا ناس وين في تفاح خيلو. نعم. وضرب خاتزر ثمر الشجرة. معناته لازم تربالك. لازم الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة. Εύχομαι λοιπόν στις κυρίες της χαμηλάτ الطيب. أتمنى للسيدات حاملات الطيب. Να είστε μία δύναμη. أن تكونوا قوة واحدة. Να έχετε αγάπη. وتكون بينكم المحبة المتبادلة. Να μην υπάρχει εγώ και εσύ. لما كمان لا توجد تفرقة أنا وأنت. Υπάρχουν ένας. أن تكونوا واحد. Θα είναι μία γροθιά. لازم تكون زي قبضة واحدة. Έτσι λοιπόν, με αυτή την αγάπη. وبهذه المحبة. خوريس εγωισμό. بدون أنانية وحب الذات. Θα μπορέσετε να επιτελέσετε πολλά και αγαθά πράγματα για την Εκκλησία. أشياء كثيرة ومفيدة للكنيسة والإنسان الفقير. Σε αυτή λοιπόν την επίσκεψη που είχα να έρθω εδώ να λειτουργήσω. Τόσα χρόνια. يمكن 15 سنة. في هذه المناسبة اللي أنا من زمان ما جيت لهون أخدم معاكم. فايثلا ندوس بروسفيرو مية إيقونة. لقد ملكوا إيقونة. تس حاملات الطيب. وهي حاملات الطيب. نادس إفلوجي. شان هذه الإيقونة تباركوا. فضلوا. وتكون دائما مثل وقدوة إلكوا. Και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί τους. دائما أن يكون الله معكم. Ασίφ καμ κουλάν του σαλμίν. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Βγάλουμε μια φωτογραφία. Σάχεβ Σιάδε, Αλμουτροπολίτ Βενεδίκτος, Αλ-Ζαζίλ, Αλ-Ιχτιράμ. Μπασκουρακ μην κολ κλπί, αλα τελπίετακ δάουε, λελχοδούρ, λελχτιφάλ, μπι κιάμετ Ιεσούα, ομιν θούμα μπι σεϊδάτ, χαμηλάτ الطيب. اللي هم من خلالهم نشروا البشارة للرسل. أشكرك على محبتك وتواضعك وخدمتك خلال 19 سنة بفتكر بالأردن 18. هاي الخدمة زيادة سنة. على هاي الخدمة اللي بعمان إذا لفيت عمان من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها وانت تحمي تخدم هاي الرعية، انت اللي جبت ببركة ربنا النور المقدس للأردن لأول مرة، وحضرتك اللي جبت هاي السنة خشبة الصليب المكرم انها تنتشر ويشوفوها ويسجد لها من قبل كل المؤمنين في كل الأردن.
على يدك رسم كهنة كثيرين. ربنا أعطاك هاي النعمة وببركتك هون اعملنا حسب ما قرأت علينا لما سلمتونا كنيسة الزرقاء. كل هاد بنعمة الله وبصلواتكم. عشان هيك إذا افتخرنا بنفتخر بالرب وبصلواتكم اللي أعطانا محايا الرعية التقية، ولكنها اللي كانت عطشانة لكلمات ربنا. وهذا هو أمامكم، هاي الرعية المحبوبة اللي إحنا وياهم بنعمل مع قدس أبونا فرح، بنعمل يد بيد حتى ننهض بكنيستنا الأرثوذكسية وترجع الأرثوذكسية مثل ما صرنا نسمع بالزرقة. رجعت الكنيسة تتنفس، صارت حية، أصبح إلها وجود في داخل الزرقة. كل هاد بنعمة الله وصلواتكم. ومن معرفتكم بدور المرأة العظيم، عشان هيك بيحكوا الآباء القديسين إنه ليش المسيح ظهر للمرأة في الأول، لأن المرأة مباشرة رح تنشر البشارة لكل مكان، ما بتحفظ سر، بتخليش إشي عندها. عشان هيك حبينا مع مدارس الأحد والشبيبة والكشافة إنه يكون عندنا سيدات حاملات الطيب اللي هم أساس البيت. إذا الست كانت اللهوية مثل ما بنحكي بالمعنى المصطلح العامي، إذا الست بتحب الكنيسة أولادها بيطلعوا قديسين. أيوة. عشان هيك الدور الكبير لحاملات الطيب إنهم يصيروا حاملات الطيب حقيقيات من خلال الكلام اللي حكيت لهم إياه سيدنا، يكون بيناتهم المحبة المتبادلة والعمل المشترك. بدون الأنا والإنتي عمل واحد، إيد واحدة، هيك رح تنتشر بشارة المسيح كما انتشرت من حاملات الطيب. أنت تنتشر من عملكم المبني على المحبة، لأنه حقيقة أي عمل في كبرياء ما بنتشر، بيوقف، ولكن العمل المبني على المحبة يثمر، ومثل ما بيحكي يلد حاملات طيب أخريات ويلد حياة روحية في الكنيسة. شكرا لك سيدنا مرة تانية، شكرا لمحبتك اللي بتشرفنا دائما سيدنا، أهلا وسيك فيك دائما. طبعا كل الشكر كمان لقدس أبونا بولس اللي أنتوا بتعرفوا قبلي، اللي خدم هاي الكنيسة هون، واللي كمان في عهده بعد أبونا جورج الشاعر اللي أسس الملجأ، كان له دور ببناء الملجأ الموجود، واللي هلأ مشرف عليه قدس أبونا فرح اللي كمله واعتنى فيه حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم. كل الشكر لمحبتكم على حضوركم هذا القداس الإلهي، والشكر لحاملات الطيب اللي هم دراع اليمين في الكنيسة، واللي بنفسهم بنعمل دائما وبنشتغل لخير الكنيسة والرعية. أمين. إن حاملات الطيب بسحرا جدا سارنا إلى قبرك نائحة، إلا أن الملاك وقف بهن وقال لهن زمان النوح قد كفى وبطل، فلا تبكينا بل بشرنا الرسل بالقيامة. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين آمين. الله الرب ظهر لنا، مبارك الآتي باسم الرب.
خلص يا رب شابك وبارك ميراثه. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. إلى نقل واحد وإلى دار الكريم. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لاجينا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. ولك نرسل الماس يخل الاب والابن الروح القدس الان كل وانين والى داخل داخلين. امين. يريد ابراهيم ثمن. يا رب ارحم. ختمة وبدل أباط. آمين. تبير آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا. يا رب رحم. ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθε θυμάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. المجد لك يا المسرجان المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. بسم الرب بارك أيها الأب القديس. أيها المسيح الحقيقي يا من قام من بين الأموات لأجل خلاص الشفاعة أمك القديسة كل الطهارة البريم كل عيب بقوة الصليب الكريم المحب نعمة القبر المقدس قبل الحياة طلبات القوات السماوية عديمة الأسات تضرعات النبي الكريم السابق المجيح المعمدان القديسين وسر يعقوب أخ الرب أول رأس أورشليم والقديس جورج صاحب هذا الكنيسة المقدس القديسين المشرفين شهاد ظفر القديسين مشرفين الملك قسطنطين وهيلان أبارب شهد لله القديسين سواكي محن الجميع والقديس يوسف ونيقوديموس وحاملات الطيب الذكرهم اليوم بين الجيل القديس يوحنا ذافم رئيس الساقف في القسطنطين جميع القديسين رحمنا وخلصنا بما أنك الصالح البشر. أمين. سيخا من بني الأموال وداس مسيح كم حقا قام خريستوس انستي اليثوس انستي خريستوس بوسكريس بوسكريس افروس خريستوس انفيات مالا بدان مسيح كم مسيح قام بالاموات وداس الموت الموت وهب الحياة الذين في القبور. حقا كل عام انت بخير ان شاء الله السنة الجاية نشوف سيدنا ورئيس كهناتنا احفظه يا رب لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد